السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. انا صحفي، انظاري يسرق سريب في الجزائر ويسربون حوايج ولا يسرب لك معلومات ولا لا. كل مصدر يسرب لك معلومة عنده هدف من وراءه، وهذه قاعدة عند أي صحفي. يعني مصدر كيسرب لك معلومة عنده هدف، قادر يكون الهدف تاعه خدمة الوطن، قادر خدمة جناح على جناح، خدمة مصلحة وما شابه. معايا التسريب اللي نتكلموا عليه اليوم، أنا تواصلت مع أكثر من واحد 15 ولا 17 صديق اللي مارسوا نفس المهنة، وكلهم وصلهم التسريب في وقت واحد ومن دي كونت فيسبوك مختلفين. أنا وصلني التسجيل، عندي لي بروبلي، وصلني التسجيل وكذا، وصلني من كونت. كي دخلت للكونت نحوس عليه، لقيت بلي الكونت هذا تم انشاؤه حوالي 15 دقيقه قبل الارسال وتم حذفه بعد الارسال. لو كونت نيكسيستو با معايا. انا التسجيل حاولت نسمعه مرات، لانه الضربه الاولى قالوا لي بلي التسجيل هذا يقولوا فيه استعمال بلطاجيه والعنف والكلاش وكذا. انا عاودت سمعت هذا التسجيل، انا ما سمعتش كلمه بلطاجيه وما سمعتش كلمه عرايه، والجزائر ما فيهاش العرايه، والعرايه لم يحضروا عليهم ما كاش. وانا واحد من الناس متاكد ومتيقن بلي ما كاش عرايه ابر الناس اللي راهي تحكم، هما العرايه. ما كان عرايه، ما كان بلطاجيه، هذه محاوله تخويف. انا سمعت سلال يقول مع حداد راني هضرت مع عماره بن يونس اللي كان خايف يروح للشلف، وقلت له علاه راك خايف ولازم تعرف تهضر وما لازمش تخاف وما تغلطش تسب الناس، وحنا رانا دولة وعدنا ربي. هاو الكلام اللي قالوا سلان. وما بعدش يقولوا ومن واش تخاف يغلقوا عليك الطريق يا اخي؟ عدنا الناس اللي تعسنا، وعدنا لي كلاش الناس اللي تعسنا على الحارس، وعدنا لي كلاش وعدنا كذا، من واش تخاف؟ واذا تيراو علينا ها عدنا لي كلاش نتيريو عليهم. هاو الكلام بالضبط، ما فهمتش راهو استعمال كلمة البلطاجة والعراية على حابين يوسخوا الحكاية. كاينة كلمة ثانية تاع الجدرمية يقول له راهم خرجوا اللوطوروت، يعني التسجيل هذا تم في نفس النهار اللي خرجوا فيه طلبة الجامعة وخرجوا اللوطوروت في منطقة سعيد حمدين. يقول له الجدرمية وما خافش عليهم والجدرمية ما معاهمش اللاعب وعفسها هكذاك. معايا الحديث هذا الناس حاولت تستعمله، كاين الناس حاولت تستعمله لتخويف الشعب الجزائري. الشعب الجزائري المظاهرة تاعو قاعده سلمية، وما كان حتى واحد يتزعمها، وما كان حتى واحد يقودها، وكل واحد يهبط للمظاهرة يهبط بنفسه وبالكارد ايدنتيتي تاعو، لا كاين توجه سياسي، لا كاين توجه حزبي، لا والو. الشعب خرج كره، الشعب خرج كره، ما طالبوا وحدة لا للعهدة الخامسة. بس عباه تجي تخوفني وتجي تدخل النميمه بيناتنا، وكاين العرايه والعرايه حيطيروا عليك وحيضربوك. ما كاش العرايه، هما العرايه. واذا كش ما صرع في اي مظاهره من مسؤوليه الشرطه والمؤسسات الامنيه تامين المظاهرات. يا اخي هما دوله ويقولوا هما دوله، تامين المظاهرات مسؤوليتهم. اذا عندهم حاجه اللي قادرة تضرب سلامة النظام العام والأمن العام والمتظاهرين، هما اللي مجبرين يحموا الناس، هما اللي مجبرين يدافعوا عن الناس، وهما اللي مجبرين على تأمين المظاهرات. المظاهرات هذه عندها مطلب واحد، لا للعهدة الخامسة، هذا هو المطلب. وما رأيت حتى واحد، وما رأيت حتى جناح، وما رأيت حتى سياسي، وما رأيت حتى صحفي، وما رأيت حتى ناشط. هذه رزق الشعب. ماشي الهدف واحد، بس عباها تخوف فيا وتجي تتمسخر بيا وتقول لي كاينه بلطاجيه وين العرايا يخرجوا؟ وين العرايا يخرجوا؟ يخرجوا من القصبه كاع وليد الفاميليا. منين يخرجوا؟ من كلمات فرونس. مازالك تكذب عليا وتقول لي كاين العرايا في القصبه وكلمات فرونس وباب الواد وكذا، ما كانش لي يخرج. وهذو كاع نعرفهم وكاع صحابي. جاي تكذب عليا وراهم راحوا لفلان وحيهبطوا فلان، واش يهبطوا فلان؟ لا رزق بو يهمو. كاش عرايا؟ لا كاين عرايا في البلاد هذه. الناس اللي هما يسموهم عرايا وطنيين ويحبوا بلادهم. ما شفنا واحد كسر، خرجنا بالفاندو، خرجوا بالناس بالحد، خرجت بالثلاث. على تكذب عليا؟ وقتاش شفنا كسروا بلاكه تكسرت؟ يا عجبة ربي، مليونيات اندارت في العاصمه تكسرت بلاكه واحده، واللي كسر البلاكه ضربوا الشعب. في المظاهرات كنا نمشي مع خياتنا ومع مالينا ومع يماتنا، كانوا عجايز قدامنا، كانوا دراري صغار، كانوا دي جون في مظاهرة. هذه ما عندها لا تيار
لا لون لا راي لا اسلامويه لا علمانيه لا تاع تيار اليسار لا تيار اليمين، تاع شعب جزائري مختلف فئاته مختلف اطيافه. شفنا انا في المظاهرات تلاقيت مع ام امين تاع المفقودين، تلاقيت بناس من الجبهه، تلاقيت بناس من امتياز، تلاقيت ناس من التيار العلماني، تلاقيت هذه مظاهرتنا. الشعب الجزائري كاع سلمي، واحد ما راح يروح يخرب حتى حاجه، لانه يكفي وسرقته وسرقته يكفي، البوطو اللي يتكسر خساره. كاع المظاهرات كاع تمت سلميه، انا اديت مهامي، كنت نغطي في المظاهرات، الصور عندي اكثر من 4 ولا 5 سوايع تاع مظاهرات، ما شفنا واحد كسر، ما شفنا واحد سب، يا رب كنا نقابلوا البوليسيه بالبوس والنوار. بالبوس والنوار تكذب عليا تقول لي كاين برطاجيه حاطها بط، مازالك جايحو، مازالك جايحو، ما كان والو، ما كان والو، كاين شعب هابط يتظاهر عنده مطلب، كاينه مؤسسات امنيه بلا بها وبلا مزيتها تأمن المظاهرات، تأمن المظاهرات، لا انا خلص 400,000 بوليس، ولا خلص 300,000 جندرمي، ولا خلص 100,000 تاع مخابرات، لا هذوك خاصين، ما تقدرش تأمنيو، تأمني بلا مك. بلا مك تأمني، تأمني بلا مزيتك، مسؤولية على من تقع، تقع على مدير الشرطة، تقع على مدير الدرك الوطني، تقع على مدير المخابرات، بكل واجبهم وبلا مزيتهم، وما مش يتمزاو في الشعب أنه يأمنوا التظاهرات. الشعب الجزائري علمكم باللي كاينه مظاهرة بالجمعة، تأمنها، تأمنها، لا كان عرايا، لا كان كذا، علاه تكذب على الناس؟ ما كفاش الناس ديتوها للحباس؟ الناس هزيتوها وديتوها للحباس وخسرتوا لها حياتها وكذا، وزيد اليوم حاب تزيد تخدم بهم وتسميهم العرايا، ما كان حتى عريان حيخرج، ما كان حتى عريان. وانا ان شاء الله ان شاء الله في المظاهرات نوري لك كلمات فرونس اللي يدخل فيها العرايا، نوري لك القصبه، نوري لك باب الواد، نوري لك الحراج، وغدوه ندير لك لاتوني، لاتوني، ونوري لك العباد لكم تقولوا عرايا حيستعملوهم. ما عندناش العرايا في الجزائر، عندنا ناس وطنيين هدفهم خدمة البلاد، تعبوا عياو بلا بريكول. ما تكذبش عليا، ما تكذبش على الناس، تكذبش على الناس. انا المكالمة هذه ما لقيت فيها لا كلمة بلطاجة، لا لقيت فيها كلمة عليا وحاب تكذب عليا، لا ما تخوف الناس تهبط. كاش مظاهرات من حق الناس الظاهر، ومن واجب السلطة تأمنها. وللساعة هذه عبد العزيز بوتفليقة تاعكم هو اللي مازال ورايس، وبلا مزيته يأمن التظاهرات، بلا مزيته هو مسؤول عليها، هو مسؤول عليها. والحمد لله مظاهرات تاعنا جازت. يا قسما بالله غير انتم تظلوا تزوخوا بفرنسا، يا الكلاب تظلوا تزوخوا بفرنسا، فرنسا دار، فرنسا دار مظاهرات تويت في فرنسا، راهم يزوخوا بينا في فرنسا. مكاش لا تكسر، لكن تمسخر بيا، تمسخر بيا انت، نسا يمشوا معانا في المظاهرات، لا كان واحد هضر معاه، لا كان واحد تبلاها، مشاو معانا خاوتنا، مشاو معانا عجايز، مشاو معانا شيوخه. انت يقسمك ويشد المال، ما كنا نشربوه نحطوه في الارض ويجي خوك يرفدو. البوليسي معانا، جرمي معانا، ما عندنا حتى مشكل مع بعضنا. هذه بلادنا، هذه حركه عاديه للمطالبه، لا راهي تاع حتى واحد، لا سياسي لا ناشط لا صحفي لا بريكول لا والو، تاع الشعب. ورانا عاطين الشعب نتعلموا منه. الشعب ولا ويدير، الشعب ولا ويدير، ما تاع حتى واحد وما رزق حتى واحد، الشعب ولا ويدير، وعنده مطلب واحد وخلاص الحكايه. اللي حاب يأمن يأمن التظاهرات، لكن علي ما تكذبش. في ألجي، في ألجي راه يقول لك عندنا الملاح وعلى رقبتي، نجيبهم لك كاع نصورهم لك. كاش ما عندنا لا علي حتخرج تكسر، ما رانا مصر، ما عندنا هذه معركة الجمال والبريكول تاعكم يا جايحين. مازال كنت عندهم النظام المصري، ما شفتوش النظام المصري واش صرالو، ما شفتوش بلي ولادو كانوا في الحبس، راكم حبيتوا تروحوا للحراشوة، توحشتوا الحراشوة، حبيتوا تروحوا تسيوا الحراش. كاش احنا ما عندناش العرايا، ما عندنا بلطاجه، احنا شعب واحد، خاوه خاوه، ما كانش اللي يكسر وما كانش اللي يتضارب، وما عندنا عرايا راهي خارجه، وما عندنا والو، ما عندنا والو، احنا كاع خاوه. كي شوف كي اللي راهو ضد الخامسه، كي اللي مع الخامسه، كي الجيش، كي الشرطه، كي الشعب، كاع خاوه. ماهيش حتدخل الفتنه بيناتنا، ماهيش حتدخل الفتنه. التسجيل الصوتي انا نشرته وفرغته وكتبته وحطيته ونتحمل مسؤوليته، وبالك في الجزائر من الناس اللي نشرت، كنت انا الاول اللي نشرو ومداخل الجزائر وحطيته ونحطو، وما فيها حتى هضره وما تكذبش عليا. انتم بينتوا بلي راكم خايفين، وبينتوا بلي انتم تعمروا اللي صار تاعكم الباسي تاع الزوي. هذا واش كان يقول سلال، هذا واش كان يقول سلال، عندنا 100 زاويه نجيبوهم نعمروا بهم. الناس اللي راهي ضدكم ماهيش تحتاج كاع تعبى بالطريقه هذه، الناس اللي راهي ضدكم
راي في الشارع الحمد لله تقولي شوف مسيرة قسما برب العزة والجلال غير مسيرة تقولي تدي ثلاثة يحوسوا فيها والجماعة إن شاء الله نهبط القعقاع يحوس في المسيرة يشوف يتعلم كذا مسخربية بلطاجية وصلتوا لهذا النيفو يا جايحين كاش بلطاجية ما كاش بلطاجية لا كاين بلطاجية لا كاين كذا لا والو ومسؤوليتك تأمن وإذا كان كاين صح بلطاجية روح أنت جيبهم يا سبع اللي عندك 400,000 بوليس و300,000 جندارمي و100,000 المخابرات روح جيبهم روح جيبهم ماشي تكذب عليا ودير لي تسجيل وانا بهنا منك ونخاف هذا مكان لعب ذراري روح جيبهم راهي عندك مليون شهريه تخرج كل شهر على جال مؤسسات امنيه بلا مزيتهم يخدموها وبلا مزيتهم يدافعوا على الوطن وبلا مزيتهم يامنوا التظاهرات والتظاهرات على بكل حادثه حادثه في العاصمه حادثه في ولايات واحده اخرى في العاصمه امن العاصمه امن العاصمه بلا مزيتك خيتها دوله امنوها ميزاباشي هذا خاوتنا لا للفتنة مظاهرات سلمية أنا تعلمتها من عند الشعب وين عاودها الشعب ولكن غني سلمية سلمية لوفاندو وحتبقى سلمية إن شاء الله رسالة للصحفيين غدوة راح يديروا وقفة سلمية خاصة للصحفيين الواح راح يديروا وقفة ضد الخامسة وكاين بعض الناس قالوا بلي الصحفيين بعد ما عرفتش ما يهضروش ما يوصلوش أصواتنا غدوة راح يخرجوا كامل وراح يقولوا إحنا أبناء الشعب ومعاكم ومع الحراك الشعبي الصحفي الجزائري عنده رئيس تحرير وعنده رئيس قسم وعنده رئيس تحرير وعنده مدير ماهوش هو اللي يمتلك حريه القرار حاسب كي تحب تحاسب الصحفي حاسبه على صفحته الفيسبوك اللي يتحكم فيها ويتملك فيها حاسبه على وش يكتب في حاجه يملكها باقي المؤسسات ربي يجيب الخير راك معايا الناس ماهيش تخدم ولا بريباري محاوزه ومسحته ماهيش تخدم لانه اي واحد كان ضد يسحته والله يكون في عنقه وتنا انا اللي على بالي بها بلي هاي حاله الوعي اللي كاينه في الجزائر الشعب هو اللي يعلم فينا ما بقاش حنا نعلموا الشعب وحنا نوعوه الشعب ولا يوعي ولا يعلم صحفيين من حقهم يخرجوا انا واحد من الناس غدوه تاع صحفيين انا واحد من الناس نخرج نغطيها انا نخرج نغطيها ربي يجيب الخير لبلادنا سلميه 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 هذا هو الميساج ما كان لا بلطاجه لا بريكول لا كذا لا والو خافوا ربي ما تجياحوش هذا ما كان لانه الجياح عليكم تجياحوا فيها راه يزيد تبهدل فيكم وتعور فيكم قدام الجناس ولا غيركم تبهدلوا في رواحتكم لانه واحد من الجزائر ما يامن مكاش حنا العرايا خاوتنا العرايا خاوتنا ونعرفهم كاع بالاسم اللي في الجي بالاسم اسميلك بالاسم وروح لهم كاع للديور روح لهم كاع للديور ولو كنا نسمع انا البنو ادم الضعيف لله بلي كاين واحد من خاوتي يدير الشيء هذا والله ما كان والله ما كان خاطر كاع نقصر معاهم وكاع يحكوا اللي كاين اللي فاهم كاين اللي ماشي فاهم ولكن باش هذا بريكول كذا حنا ماشي مصر حنا ما تشرينيش ب 100,000 ماشي ب 100,000 ماشي مصر حنا ربي يجيب الخير لبلادنا ان شاء الله ربي يحفظ الجمهوريه وفي الوقت الحالي حيبدا تسري بتاع حكايات وتسري بتاع كذا وكذا ويحبوا يخلطوا ويحبوا يديروا معليش ما بقاش بالدر اللي فات وهذا الشيء كاع له اليسار راه يدير فيه الشعب والشعب هو اللي حقه يخير هو اللي حقه يدير والله يكثر خيره ورانا نتعلموا منه بالصحفيين بالمحامين بالطب بكذا رانا نتعلموا من عند الشعب ويا خويا ربي يجيب الخير لبلادنا وهذا البريكول ان شاء الله يحبس يا رب ان شاء الله يحبس هذا مكان